الأمور كثرت بالآونة الأخيرة، المشاريع الصغيرة، يعني ظروف صعبة مرقنا فيها بالبلد، صحيح. ولكن عم نشوف قديه في إرادة حلوة عند الشباب السوري، قديش حلو إنه نجمع بعض باختصاصات عديدة، نأمن شغل، نأمن لقمة عيشنا، ويكون هذا المشروع يمكن له أهمية كتير كبيرة، ويكون له أمل إنه يكون هذا المشروع عالمي. مثل ما شايفين على طاولتنا تزينت بال الصابون، ويا ريتكم تشموا الروائح قديش بتاخذ العقل. رح نحكي اكثر عن المشروع اللي مصنوع من الزيوت الطبيعيه، نتعرف على طريقه التحضير مع البارده، صح، من العناصر الطبيعيه الموجوده على عكس طريقه التسخين. رح نحكي مع السيده اريج يوسف، مسؤوله التسويق والاعلان للمشروع. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير. اهلا وسهلا صباحكم. عم شم ريحة الصابون، يعني من أول ما فتحتي العلب، لأنه في كثير من الناس بتلاقي عم تعمل مشاريع وبراندات، وبتلاقي ما في هي الجودة، فينا نقول مواد طبيعية بالآونة الأخيرة كل الناس عم تروح لإلها. خلينا نحكي بالبداية عن هذا المشروع، عم نحكي بطريقة عكسية، يعني بالعادة بنشوف تسخين للمواد، لا صحيح أنت عم تشوفي يمكن الظروف الاقتصادية وإذا في كهرباء ولا لا، كل يعني مشروع هذا كامل بيناسب كل الظروف، خلينا نحكي عنه. هلا بالبداية الصابون قاضينا هو مشروع العائلة، العائلة بشكل عام. نحن حبينا نشتغل بالصابون بطريقة طبيعية 100%، من دون مثل ما ذكرتي، من دون طريقة التسخين اللي بالعادة أغلب الناس بيعتمدوها، اللي هي بتفقد الزيوت كل الخصائص الطبيعية والمفيدة اللي موجودة فيها. أما على الطريقة الباردة مثل اللي نحن بنعتمدها، بتضل بتحافظ على العناصر الطبيعية الموجودة بالصابون، بيكون فائدتها أكثر، وبتكون هي مو بس مجرد صابون طبيعي، هو صابون طبي بالحقيقة. بيكون يعني تمام. ريجا، خلينا هيك نحكي عن بداية المشروع، خلينا نحكي ايمت بلشنا، كيف تعبنا، عمين جربنا، عمين جربتوا اول شيء؟ هلا بالبداية نحن هو له الموضوع حوالي 40 سنة. كان البداية هو مجرد 13 سنة فقط، تخيلوا، لنجرب نحن تركيبات معينة لنوصل للتركيبة النموذجية. 13 سنة تجريب. طبعا كان الموضوع مجرد بس بالبداية انه للعائلة. للعائلة فقط، يعني نحن مع بعضنا. بعد 13 سنة من التجريب وصلنا للتركيبة المثالية، انطلقنا من بعد منا للتسويق عن طريق انه صفحة على الانترنت، وبعدين صار يجينا طلبات، طبعا حتى خارجية اجانا طلبات من عدة دول ولبيناها، مثل العراق، دبي، روسيا، ألمانيا، وبالسوق السورية طبعا جدا مرغوب صابوننا. صحيح، صابون احنا ممتاز، صابون قاضينا جدا مرغوب، يعني صراحة، لأنه مين ما جربه بيأدمن عليه. ونحن عملنا نوع من الدراسة على عشرات الأشخاص اللي عندهم أكزيما أو حبوب من الشباب، طبقنا الصابون بطريقة معينة طبعا بعد تنظيف البشرة، فكتير لاقوا أنه في تحسن كتير بالنتيجة النهائية، وخلال 10 أيام ظهرت عليهم يعني. فنحن كتير مبسوطين بهالموضوع، أنه نحن عم نشتغل شيء يدوي باسلوب ناتشرال طبيعي 100%، من دون اي مثل ما قلنا طريقه مواد التسخين كيميائيه او من حتى من طريقه التسخين اللي بيعتمد عليها الاغلبيه، اللي هي بتفقد كل الزيوت خصائصها، ما عاد تضل فيها هالعنصر الطبيعي الموجود. يعني نحن عم نحكي عن 13 سنه وسنوات يمكن من التجارب، ومجهود كبير قمتوا فيه، والسوق السوري غني، نحن ممتاز بالصابون. فلما تعملوا يمكن فينا نقول اسم لكم او منتج، عم تحكي عن تفاعل الناس، يعني سنوات من التجارب، سنوات من الجهود، يعني مجهود جبار عم تقوموا فيه. خلينا نحكي عن ردود افعال الناس اول مره كيف كانت على الصابون. هلا بدايه مع انه انتم منتبهين انه الصابون مغلف، يعني بعلبتين، انه تغليف العلبه، خلينا هيك نقرب ونشوف. ورغم هالشيء ردة فعل الأغلبية لما هن بيمسكوا القطع، الريحة اللي موجودة بتعقد فورا، انه بتشجع هيدا الشيء، انه الريحة فعلا موجودة فعالة جدا مثل ما لاحظتوا، رغم انه هي مغلفة مرتين، يعني مرة بهي الطبقة
هلا نضيف للصابون اكثر من عطر حسب الطلب، مثلاً المسك، العنبر، الياسمين. هلا عادة هي معلومة أنا بحب أذكرها كثير، الأغلبية هو ما بيعرفها، يعني إنه الصابون الطبيعي 100% وبيجي لونه أبيض. يعني أنت لما بتنتجي الصابون لأول مرة، صابون لازم يكون لونه أبيض صافي. هلا لما بيخلطوا له هن أنواع من الزيوت المشتقة من النفط، من تكرير النفط، بيتلون أو بيتلون بيصير لونه بني، فبيصبغوه بملون طبيعي لون أخضر. كل انت ما زاد عندك اللون الاخضر غامق اكثر، بيصير على لون زيتي كثير غامق، ساعتها هيدا الصابون غير طبيعي ابدا. هلا نحن بنحب وبنحب نسوق للصابون كلون ابيض، ولكن اغلب السوق السوري بيعتبر صابون الغار اذا مو لونه اخضر معناته مو صابون غار تماما. فكرمال هيك اضطرينا كرمال السوق انه نضيف شويه ملونات طبيعيه، بس مش قويه الصابون. يعني حتى اللونية لا حتى لونه هو ما انه كثير قوي كلون اخضر. يعني كرمال هيك انا هي المعلومه بحب اكد عليها للكل، انه اي صابون انتم بتشتروه اذا لونه غامق زياده على اللون الاخضر فهو ما انه صحي كثير، ما انه طبيعي. يعني يفترض يكون يجي لونه هيك. بتطلع الكاميرا او افتح إيه. يعني دائما بتجي الصوابين من حلب اللي بتجي افتح لسه هي افتح درجه ممكن تجي ما بتجي افتح من هيك. هو ملون طبيعي بس هو يفترض الصابون يكون 100% ابيض. نحن بنحب نسوق له 100% ابيض، بس السوق السوريه بتطلب انه اذا ليش صابون غار وابيض. هلا مكتوب المكونات: زيت زيتون الصافي الممتاز مصنع على الطريقه البارده، لافندر، اكليل الجبل، عود، قرفه، حب البركه، كله نفس المكونات. هلا نحن في انواع من الصابون بندخلها، يعني هو في مكونات انه حسب نوع الصابون اللي انت بتطلبيه. نحن بندخل لك هلا المكون الاساسي فيه هو زيت الزيتون وزيت الغار، هي المكون الاساسي، هي الاساسي على كل العلب. الاساسي بتركيبه الصابون هو زيت الزيتون وزيت الغار، والمنكهات الاضافيه هي للرائحه، للفائده الزائده، مثل هالامور هي كلياتها اللي نحن بنشتغل عليها. طبعا نحن كمان انه زيت الزيتون قبل ما يتم استخدامه نحن بنحلله، لانه اذا كان اسيده مرتفع ما بيمشي الحال. فنحن اي زيت بدنا نستخدمه بناخذه على المخبر تحليل، سواء كان زيت الغار وخصوصي زيت الزيتون اللي هو المكون الاساسي. فاذا كان غالي هلا زيت الزيتون قد ايه مكلف بيكون اليوم في الغالي؟ نحن بنستخدمه هو نفسه المهيئ للاكل، يعني نحن نفسه هو اللي بنستخدمه. بس بتعرفي انت حسب نوع الزيتون حسب نوع الزيت بيكون في زيت اسيده عالي، زيت اسيده منخفض. فنحن بنستخدم بالنهايه الزيت اللي بيكون له نسبه اسيد محدده مشان تكون صالح انه يكون الصابون ممتاز او نوعيه جيده. بالنهايه نحن عم نحاول نرجع احياء لتراثنا السوري صحيح بصناعه الصابون وتسويق موادنا الطبيعيه. اضافه انه هو بالاساس صابون الزيت صار شيء نادر عالميا ومطلوب مرغوب، يعني مرغوب وشيء نادر. خلينا يعني اريج نذكر فكره مره وقت كنا بحلب كانوا عم يقولوا انه فتحوا معامل كثير كثير كثيره برات حلب برات سوريا لصناعه صابون الغار، ولكن فشلت لانه يعني هي بيئتا حلب، بيئتا سوريا، بيئتا هي المكان. عالميا اي حدا يمكن كان عم تفشل بسبب يعني المواد لانها محليه عم تكون، حتى لو صاروا ياخذوا المواد من هون وهيك، بس يمكن في سر كثير كبير وخاصه بصابون الغار. هلا برجع بخبرك انه هو بالنهايه كل حدا كل معمل له تركيبه خاصه فيه على فكره، ولا تركيبه بتشبه الثانيه. وخبرتكم انه نحن بعد 13 سنه لقدرنا وصلنا لتركيبه بالطريقه البارده اللي هي بتحافظ على المواد الطبيعيه اللي موجوده بالزيت. هي يعني ما بعتقد في حدا هسا عنده اياها، بس مشان ما احكي معلومه مغلوطه بنقدر نتاكد بهالموضوع. وعن طريق التبريد يلي هو بحافظ على تماما، يعني نحن ما بنسخن الزيت ابدا. لما انت بدك تعملي المعامل، لما بتعمل الصابون بتعرض الزيت لدرجة حرارة فوق 1000 تقريبا. هي الحرارة بتأدي انه كل العناصر المفيدة الموجودة بالزيت راحت خصائصها نهائيا. هي اذا كان عم يشتغل بأمانة وما خلط شيء ثاني ما لازم ينخلط، مثلا مثل ما خبرتكم في زيوت بتكون مشتقة من تكرير النفط. هلا نحن عم نعتمد على الشيء الطبيعي 100% اللي هو زيت زيتون،
نبتات غار، مكونات طبيعية موجودة بالبيئة السورية. نحن ما عم نجيب شيء من برا على فكرة، كله موجود ببيئتنا، بس عم نختار نوعية جيدة وعم نعمل لهم تحاليل للزيوت قبل ما نستخدمهم. طريقة الشغل هي على البارد، يعني أبداً أبداً الزيت ما بيتعرض لحرارة أبداً، وبشغل يدوي. هلا نحن حبينا نفتح ونبلش المعمل بحلب بسبب إنه التجهيزات أو الأشياء اللي بتحتاجيها، كونه حلب مشهورة بالصابون. فنحن بالبداية بلشنا بدك مثلاً أماكن محددة، بدك تجهيزات، بدك يعني بيئة صحيح محددة، صحيح يدوي بس في شغل، يعني طبعاً في أشياء اسمها عجانات، في شغلات للتبريد، في شغلات لصب الصابون. فكونه الحلب مشهوره بانه هي في عندهم كثير من التجهيزات لهالامور، في حاضنه صحيح تماما، بلشنا هنيك، وان شاء الله قريبا رح يكون في فرع ثاني بطرطوس بعتقد، او ما بعرف اذا رح يعملوا فرع كمان بغير مكان، وان شاء الله نقدر نتوسع اكثر يا رب ان شاء الله. الله اكيد. ونحن مبسوطين كثير طبعا بردة فعل الناس، بتجاوب، حتى نحن تفاجئنا بالصفحه انه ردود الافعال. ريجا هون خلينا هيك، بما انك مسؤوله عن التسويق عن الاعلان، خلينا هيك كمان نتطرق بعد 40 سنه 13 سنه تجربه، ودخلنا الى السوق السوريه اللي بتختص بصابون الغار الحلبيه اللي فيها اشكال والوان. اليوم صار عندنا شيء اسمه سوشيال ميديا، نقدر نوصل لكل العالم، نقدر نوصل لكل البيوت. شو السر اللي نحن يمكن قدرنا نكون مميزين عن غيرنا؟ سمعنا تعليقات حلوة، شو يمكن في تعليقات كتير جارحة كمان، تكون في منتجات تانية يمكن صارت تحارب، فخلينا نحكي عبر عن التسويق عبر السوشيال ميديا. هلا هو معروف بالسوق السورية أو بالوسط العربي أو حتى العالمي، يعني إنه صابون السوري لا يقول عليه، صحيح، يعني هذا شيء نحن بنفتخر فيه طبعا اكيد. هلا بالنهايه السوشيال ميديا كثير عطتنا فرصه للتواصل دوليا، انه اذا حدا بيرغب حدا بيطلب، احيانا بيكون مغتربين سوريين هن نشروا ثقافتنا ونشروا اشياءنا برا، يعني من ضمنها صابون قاضينا، بيجي حدا بياخذ لحدا من معارفه هنيك، فصارت الطلب اكثر. هلا نحن طبعا في تلبيه طلبات ضمن سوريا باماكن كثير مختلفه، خارج القطر طبعا نحن كثير عم نلبي طلبات، بس للاسف بشفتوا الوضع الراهن، الاوضاع، صحيح، كورونا كمان شوي بتحد من امكانيه انت توصلي انه تامني الطلبيه كيف بدك تبعتي له اياها او كيف ممكن تلبي له طلبه. طبعا نحن السوق السوريه كمان بنفتخر فيها كثير، بنشارك باغلب المعارض الموجوده، وهذا الشيء بيرفع اسم بلدنا بالنهايه، يعني انه نقدم شيء بجوده عاليه وحلو، اكيد مشغول بمحبه. اكيد بنتمنى لك التوفيق سيده أريجا اليوسف، ان شاء الله بنشوف مش فقط فرع واحد مثل ما قلتي، مو فقط كمان في سوريا، بنشوفه على مستوى الوطن العربي والعالم. بنتمنى لكم التوفيق، وشكرا كثير لك. شكرا كثير، يسعد صباحكم، وشكرا لاستضافتنا. وصابون قاضينا هو صابون مميز، انا بدعي الكل يجربه، وتحت التجربه نحن جاهزين، جاهزين لاي نقد، جاهزين وحتى حللوه جاهزين. شكرا كثير لك أريجا، وايضا بدي اتشكر كل الناس يلي عم تشتغل بهي التقانه مثل ما بيقولوا، في فريق عمل كبير ومجهود، اكيد يعطيهم الف عافيه. ونحن مع تشجيع المشاريع يلي هي بتستمر وبتضل لحتى تمثل سوريا. شكرا كثير لك.